السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون شرح تحديات الاسبوع الثاني للسيزون الثالث. وطبعا شباب قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومش يشترك بالقناة، اتمنى يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى اقتدام المقطع بلايك. وطبعا لا تنسوا انكم تستخدموا كود الدعم YZYZET عندكم في الايتم شوب. طبعا شباب بنهايه المقطع راح يكون في جيف اوي، الجيف اوي راح يكون لثلاث اشخاص على حزمه $5 الجديده اليلو جاكيت، راح نسوي الجيف اوي عليها لثلاث اشخاص، فتفاصيل الجيف اوي راح يكون بنهايه المقطع. بالاول بنشرح التحديات، وبنهايه المقطع بحكي لكم شو شروط الجيف اوي حتى انكم تشاركوا فيه. انا حاليا قاعد اصور قبل نزول التحديات بساعتين لانه التحديات عندي اصلا. اوكي انت بتيجي هون، راح نشرح كمان تحدي اكوامان الثاني اللي راح يفتح بعد ساعتين، ولما تخلصوا بعطوك سبري فبشرح لكم اياه كمان، وتحدي الاسبوع الثاني بتفتح بعد ساعتين، فما عليكم من الطاوله. انتوا اصلا مثل ما تشوف هذه قائمه التحديات السبعه للاسبوع الثاني، بتسوي التحديات زي ما انا بشرحها بالترتيب، راح تضمن انك تخلص التحديات اللي عندك كامله بدون اي نقص، تمام؟ فانسى الطاوله، بتطلع التحديات بشرحها انا بالترتيب، راح تخلص التحديات عندك كامله. بعد ما نشرح التحديات السبعة على طول بعديها بشرح تحدي اكوامان اللي هو التحدي للاسبوع الثاني الخاص فيه، بوريكم كيف تخلصوا التحدي. وبعد تحدي اكوامان بننتقل للجيف اوي. فخلينا اول شيء نبلش بتحديات الاسبوع الثاني اللي هم سبع تحديات. والتحدي الاول شباب مطلوب منك انك تستخدم الزيب لاين وهو حبل التسلق، تستخدم ثمانية الموجودين عند السلطة. وكل موجودين عند السلطة شوف كيف منطقة الاثورتي. تعدوا معايا هسه عشان نخلص التحدي. هاي الأولى. وهي الثانية. قلنا واحد اثنين، هاي ثلاث. هاي عطول روح وارجع، تنحسب لك عشان نكمل على الطريق. ثلاث وهذا الحبل اربعة. هسه بدنا رقم خمسة. اوكي بنستخدم هاي بالاول. هاي خمسة بنرجع. وهاي ستة. وهاي سبعة. وهاي ثمانية جانبها. هيك تكون خلصوا التحدي الاول بكل سهوله. مطلوب منك تستخدم زبلان او حبل تسلق، تستخدم ثمانية الموجودين بالسلطه او الوكاله القديمه اللي هي من منطقه السلطه او اثوريتي، تيجي عليها بتلقى ثمان حبال تسلق تستخدمهم تخلص التحدي الاول. التحدي الثاني مطلوب منك تفتح سبع صناديق اسلحه او سبع صناديق رصاص بمنطقه هولي هيج. هذه المنطقه شباب تنزل عليها. اوكي بتحاول تفتح فيها سبع صناديق رصاص او سبع صناديق اسلحه وبتخلصوا التحدي، او مثلا اذا بتحب تفتح مثلا أربعة أسلحة، أربع صناديق أسلحة وثلاثة رصاص، بصير مجموعهم سبعة بنحسب لك عادي. أما سبعة أسلحة أو سبعة رصاص أو متخلص بينهم ميكس، تعمل أربعة بثلاثة يعني، الموضوع عندكم. المهم تفتح سبع صناديق لمدينة هولي هيج. التحدي الثالث مطلوب منك البحث عن عوامات ديد بول اللي هي تشوفها قدامكم بالصورة، تبحث عن ثلاث في اليخت، الموجودات باليخت، فبتنزل على اليخت بتلقاهم باليخت، أوريكم أماكنهم. مطلوب منك ثلاث. ننتقل شباب للتحدي الرابع. طبعا التحدي الرابع سهل وبسيط، يعني مطلوب منك تنزل على ملعب بليزنت بارك تحرز هدف او تسجل هدف في المرمى. تنزل على ملعب بليزنت بارك. اوكي هاي الكره
يعني التحدي جدا بسيط وسهل، بس جيب هدف واحد وخلص. التحدي الخامس مطلوب منك قتل 3 أشخاص من منطقة ليزي ليك. هذا هو المكان، تنزل على المدينة بتذبح 3 وبتخلص التحدي الخامس بكل سهولة. تذبح 3 أشخاص من منطقة ليزي ليك وبتخلص التحدي الخامس. والتحدي السادس الشباب مطلوب منك انك تجيب ضربات على الرأس هيد شوت للتابعون الموجودين بمنطقة فورتيلا. منطقة فورتيلا شباب هذه هي انا واقف عندها، بس مش عارف ليش مش طالع اسم المنطقة عندي مع اني واقف عليها. هذه منطقة فورتيلا، تنزلوا عليها بيكون فيها تابعون. انا طبعا انا حاليا داخل بلاي جراوند عشان هيك ما في تابعون باللعبة عندي، بس انت بتنزل بجيم عادي على فورتيلا تلقى تابعون وبدك تجيب 20 هيد شوت، يعني تضرب الواحد على الرأس هاي حسبت لك 1 من 20. اذا مات بتدور على غيره، اذا ما مات احسن لك بتكمل عليه تضربه كمان ضربة على الراس. يعني ممكن تتابع ياخذ معك 3 ضربات مثلا، ممكن تتابع ياخذ معك ضربة. اللي باخذ معك 3 ضربات على الراس بنحسب لك 3 من 20، اللي باخذ معك ضربة واحدة بنحسب لك 1 من 20. يعني ممكن تحتاج 20 تابع كلهم تضربهم بالسلاح على الراس، يعني تطلق عليهم على الراس، او ممكن تحتاج اقل. مثلا لو التابع اخذ منك 2 أو 3 طلقات ممكن تحتاج اقل تابعون، فخلينا نقول 20 تابع بتخلص التحدي. المهم تطلق عليهم كلهم على الراس. التحدي السابع والاخير شباب مطلوب منك تنزل على مدينة ذا اورشارد، هذه هي شباب جنب المزرعة. اوكي، ومطلوب منك فيها تجمع او تستهلك 5 عناصر. هسه بوريكم كيف. الخس او الملفوف، ما اعرف ملفوف اتوقع. عندك استهلاك وعندك جاذر، هي جمع. الاولى استهلاك انك تاكلها والثاني تجمعها. اوكي، مو عارف ايش مش راضي ياخذها لاني بلاي جراوند اتوقع. المهم جمع عادي بتكبس عليها اف، يا بتكبس على 5 منهم جمع جمع، يا 5 منهم استهلاك استهلاك، بكيفك. انا بفضل جمع، تاخذهم بعدين ترميهم بس تخلص التحدي. يعني تاخذ الاولى 1 2 3 مثلا 4 5، انت خلصت التحدي السابع خلص ترميهم عادي، لانه ممكن تحاول تعمل استهلاك دمك يكون فل. انا مو عارف ايش مش راضي ياخذهم لانه ممكن بلاي جراوند ما ياخذ، مو عارف ليش. المهم هذه 7 تحديات كانت للاسبوع الثاني، والتحديات سهله جدا، فما حد يكتب بالتعليقات التحديات صعبه، بالعكس تحديات الاسبوع الثاني جدا سهله. ننتقل للتحدي اكوامان التحدي الثاني، وطبعا هذا هو التحدي الثاني لاكوامان، تحدي الاسبوع الثاني الخاص فيه. مطلوب منك تستخدم سنارة الصيد وتعلقها بظهر القرش، قرش اللوت يعني، بمنطقة سويت ساند. طيب عشان تخلص تحدي اكوامان بكل سهولة، هو مدينة سويت ساند لازم صح؟ بالاول تنزل هون شباب، في سنارة الصيد هون. اذا انتم حافظين مكان ثاني اوكي روح بسويت ساند، بس انا حافظ في واحده هون فبتنزل على طول عليها. بعدين تروح على سويت ساند، خذ السناره بالاول، خذ معك سلاح مش غلط لانه الجيم مولع. هتروح على سويت ساند، حواليها بتدور على قرش، في واحد هيا الورع على طول. هيك انت تكون خلصت تحدي اكوامان. المهم بسويت ساند لازم تاخذ قرش من سويت ساند مش مكان ثاني. صدقوا شباب اول مره اركبه، جد جد اول مره والله. ما اقدر استخدم سلاحي، اوه حركات، في بوست كمان، يا سلام. صحراوي هذا القرش. وهيك شباب بكون شرحت لكم تحديات الاسبوع الثاني وتحدي اكوامان الاسبوع الثاني كمان. ما ضل لي شيء، خلينا هسه نتكلم عن الجيف اوي على طول. طبعا انا عارف اني شرحت التحديات قبل نزولهم بساعتين، بس انت ما عندك مشكله بتنزل التحديات عندك وبتسوي التحديات زي ما شرحتهم انا، ومالك دخل بالطاوله، ولا تتدخل بالطاوله هذه وترتيب التحديات اللي فيها، ما عليه خلص انا ضامن كلامي، سويها زي ما شرحتهم انا تضمنك تخلص الاسبوع الثاني وتحدي اكوامان الثاني. تكلم شان الله، مبروك مبروك عندك زمور. طبعا شباب نتكلم هسه عن الجيف اوي بنهايه مقطعنا. الجيف اوي راح يكون ل3 أشخاص على حزمه اليلو جاكيت، 2 منهم من مقطع اليوتيوب وواحد منهم من البوست راح انزله على الانستغرام. تمام، شوف البوست قدامكم، هذا بوست راح يكون للثالث، يعني 2 من تعليقات هذا المقطع والشخص الثالث من تعليقات الصوره اللي منزلها على الانستغرام. تمام زي ما تعودنا. طبعا الشروط لاول 2 نعتبر اضلاك انهم شروط ثانيه. شروط لاول 2 هون، شو راح تكون الشروط؟ اول شرط انك تعمل لايك للمقطع وتشترك بالقناه وتفعل زر الجرس. الشرط الثاني انك تتابع حساب الانستغرام، تعمل متابعه فولو يعني، بحط لك رابط حساب الانستغرام بالوصف. الشرط الثالث انك تستخدم كود الايتم شوب YZYZET وتحفظه في الايتم شوب. هذا 3 شروط،
لما تسويها بتكتب التعليقات تم وبتكتب حسابك انستغرام. لازم يكون عندك حساب انستغرام عشان تشارك، لانه اصلا السحب راح يكون في الانستغرام، فبدون ما يكون عندك حساب انستغرام ما راح تقدر تشوف السحب. طيب هذا بالنسبه للجيف اوي الاول لشخصين، الشخص الثالث راح يكون على انستغرام. طبعا السحب على الجيف اوي راح يكون للاثنين، اليوم شو اليوم الخميس، راح يكون السحب الاربعاء القادم، راح يكون السحب الاربعاء القادم في ستوري الانستغرام. تمام، بسحب على الثلاث اشخاص وبنزل طريقه السحب في الستوري الفيديو يعني. طيب حاب تشارك كمان بالجيف اوي الثاني بتقدر تشارك عادي، بتفوت على الانستغرام بتشوف هذه الصوره وهي الشروط تحت الصوره، بتشوف شو الشروط اللي تحت الصوره وبتشارك فيها. تمام، السحب راح يكون الاربعاء القادمه على الساعه 9 بتوقيت الاردن وتوقيت السعوديه، لانه نفس التوقيت اتوقع. فهم ايش انك تسوي كل الشروط ولا حد يكتب تم وهو معامل الشروط، لانه اي واحد فيكم فاز وشيكت حسابه كان مو عامل شرط من الشروط بس استبعده على طول. فسوي الشروط حتى انه بس تفوز تكون فايز صح، مش انه اشيك عليك تطلع مش عامل الشروط. اهم شيء قبل ما اختم المقطع، انتبهوا من الناس النصابين اللي يقول لك انا يزيد تي وانت فزت بالجيف اوي ويكون بتكلم معك من حساب ثاني. هي احكي لكم، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، لا احد فيكم يجيني ويقول لي انسرقت. انا هيني نبهت بالمقطع هذا انه في ناس ممكن تقلد الحساب وتتكلم معك اساس انها انا. هذا هو حساب الانستغرام الوحيد، هي عدد متابعينه، هي عدد الصور، مبين انه حسابي. اي حساب ثاني اشمطه بلوك على طول، اي واحد تكلم معك قال لك انه انا يزيد اعطيه بلوك، اصلا السحب راح يكون يوم الاربعاء. وبس شباب يكون وصلنا لنهايه مقطعنا. طبعا قبل النهايه شوف الصوره تشوفها قدامكم، هي نسبه المشتركين ونسبه الغير مشتركين. طبعا دائما نسبه الغير مشتركين بتكون اعلى من المشتركين اللي بيشوفوا مقاطع التحديات. فانا بصراحه بتعب على التحديات وبشرحها اول باول، بس في كثير ناس للاسف بيشوف التحديات دون ما يشترك بالقناه، دون ما يعمل لايك، دون ما يسوي اي شيء وبطلع بيستفيد وبطلع. فانا اتمنى منكم اي واحد فيكم استفاد من التحديات، لو تحدي واحد بس انه يشترك بالقناه وفعل زر الجرس ويسلخ المقطع لايك. بس شباب اتمنى انكم تسووا هذا الاشي، وربي يسعدكم على كل شيء. مع السلامه. Oh.